حليب داني وعزوز طبيعي 100% من ندى. دوها يا دوها ودانيا شوفوها، بنوتة زكية تحب الملوخية، طاق طاق طاقية وهذه بسمة الوافية، وعبود الشقية تغنن الباقية، وهذا عزوز اللزوز يحب الكبسة ويحب الفوز، وهذا يحب الفوز يلعب كورة في الحوش ويلطش أي واحد يفوز. دوها يا دوها ودانيا شوفوها، بنوتة زكية تحب الملوخية. لازم تروحي الدكتور. ها؟ أه؟ دكتور؟ لا لا ما أروح للدكتور، لا لا لا. أنا كنت سهران على اختراع الجديد اللي هو جهاز النانو. جهاز النانو؟ أكيد اخترعت له رضاعة إلكترونية. نانو يعني تقنية الحاجات الدقيقة، مو نونو يا نونو أنت. طيب كيف يفيدنا هذا الجهاز دحين؟ يخلي الأشياء مرة صغيرة. لين دحين ما أشوف أي فايدة. يا زكي ممكن ندخل جسم الإنسان ونعالجه من الأمراض. نعالجه من الأمراض؟ إيه؟ أنا مالي صلاح، طلعوني برا الموضوع، ماني فار تذارب. بس خلاص خلاص أنا تعافيت، خلاص خلوني بعيد عن النونو حقكم هذا. لا تخافي، إحنا بس حنخش عند الخلايا التعبانة ونعطيها دواء ونرجع. بس لا مرة طمنتيني، الله يكفيني ثر النانو هذا. خليكم مستعدين وخلوا الراديو دائما شغال. ايش القرف ده؟ نحن فين؟ هذا اللسان، ما انت شايف كيف اللعاب بيزحلقنا؟ يلا خلونا نمشي، لا تنسوا هدوم مريضة لازم نعالجها. حتى اسنانها مخلوعين، مو قادر امشي عليهم زي الناس. غريبة، ما كانت اسنانها مسوسة، طيب ليش توجعها وضعيفة؟ يا نجعان مرة. اعوذ بالله، ايش ده؟ مين اللي بتكلم؟ انا جعان. ايش بك؟ ليش تعبان؟ مع انك مو مسوس. انا جعان، ابغى كالسيوم وماني قادر اخذ الكمية اللي احتاجها عشان الستهاتون ما بتشرب حليب كفاية. هذا هو الحل، وغني بالكالسيوم والفيتامينات وراح يقويكم ويشبعكم. يا الله المكان عميق ومرة ظلمة. بوكسينج تايم، 1 2 1 2 1 2. انتبه يا عزوز، هذا اللي هو والكيكا. انت صدقت انها زحليقه ولا ايش؟ احنا مرينا بالبلعوم وبعده المريء. يعني احنا دحين وصلنا المعده؟ اوبس، عمري ما تخيلت شكلها كده. يا ماما ليش كل شيء بتفتفت كده وبنعجن؟ ما تعرف انه المعده تقوم بعمليه الهضم، وعصاره المعده فيها احماض بتحلل الاكل عشان يسهل امتصاصه. بس الوضع مره يرعب وخنقه. الحمد لله ما احنا في معدتك يا شيخ، كان شفنا الهوايل. قصدك كبسة وبس. انتبهوا انتبهوا من العصارة الحمضية لا تلمسكم. وين حضوري؟ الحقوهم، يلا يلا. احنا لو مشينا مع الجهاز الهضمي كان من زمان خارجين، انت اللي ضيعتينا. طيب يلا انت ايش مستنية؟ كفاية بهدلة وتسحيب زي الحرامية. طعمها لذيذ وخلاني
عزوز عشان تفوز. حليب داني وعزوز طبيعي 100% من ندى. ايش اللي يلا؟ نعم نعم، انت عارف هادي من فين تبى تخرجنا؟ من فين يعني؟ اما اللي من نهاية جهاز الهضمي؟ لا لقيناهم. هجوم، امسكوهم، لا يفلتوا منكم، بسرعة. يهو، احنا رايحين للقلب، مرة حماس. ترى يا جماعة هدو واضح انها مرة خايفة، نبضات قلبها مليون في الدقيقة. ايوه ايش هذولا؟ مو هم راضين يسيبوننا في حالنا، بعدين نحن فين؟ هذولاك كانوا كريات دم البيضاء، مهمتهم حماية جسم الإنسان من الأجسام الغريبة. بس ما اختصري، ما احنا في حصة علوم عشان لق 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 لق، احنا فين؟ هذا المهم دحين. ايوه، احنا في وحدة من فقرات الظهر وشكلها رقم 10. بس ليش كده شكلها وفيها حفر كمان؟ تقولي أسنان مسوسة؟ الله يهديها هتون، مشغولة بالقيل والقال وناسية صحتها، وكمان ما بتشرب حليب كفاية، فبدأت تبان عليها الهشاشة. ايوة، الحليب مرة مهم لتكوين العظام لأنه فيه كالسيوم. ما ينفع نمشي إلا لما نقفل هذه الحفر. لقناهم، هجوم، يلا امسكوهم بسرعة لا يفلتوا. هروب، عارف عارف كلنا فين نروح. فين؟ قدامكم الحبل الشوكي، اتسلقوه وحتوصلوا للمخ. ايش هذا، كهربا؟ لا 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 لا، ما اتفقنا يضربني ماس، العمر مو بأحزن. لا تخاف يا عزوز، شكل مخ هتون مليان حش والنص التاني مو شغال. عارف احنا وصلنا المخ، انت اخر واحد تتكلم، هذه المنطقة عندك فاضية، تدق تنق تنق تسمع صدى. انا المخ بدي يضرب ويخمس. المخ مقسم الى عدة اجزاء وفي مكان مسؤول عن الذاكرة. لقيناهم، يلا شباب الحقوهم جيبوهم، هجوم. تم القبض على الدخلاء وسيتم تحويلهم للتحقيق فورا. بيت حداوة عليهم، هدول أصحابنا وساعدوني كثير. إيش؟ ساعدوكي؟ حتى لو ممنوع دخول أي جسم غريب هنا، واجب أحمل جسم من أي شيء، بس للأسف ما عندي حديد ولا كان وريتهم شغله. على العموم تم طال عمرك، أنت المخ وأنت أدرى. أخرجوا من الإذن. علم، قدام أنت وياه. خلونا نخرج، أنا تبهدلت جوا هاتون، ومركز الاجتماعي أبداً ما يسمح بهذه البهدلة. يا سلام، خف علينا يا المدير التنفيذي. واو، طبلة. تعال هنا، إيش قاعد تسوي؟ مو وقت طقطقة وتنكس، فشلتنا. هذه أصغر عظمة في جسم الإنسان. أولي فراج، ولا أشوفكم رايحين جايين هنا مرة ثانية، يلا مع السلامة. مع السلامة. لا أرجوك، إحنا اللي نبغى نرجع تاني. إيش هذا القرف يا هاتون؟ ليش ما تنظف إدنك؟ الله يقرفك إن شاء الله، إحنا تلصقنا. عارف؟ اصحك تنطق بكلمة، ما ابغى اعرف شيء عن المادة الشمعية هذه.